بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو هذا اليوم ارتأيت أنني نقدم واحد الموقع بمناسبة الدخول المدرسي. جميع الوليدات ديالنا وجميع التلاميذ تحتاجوا مع هذا الدخول هذا تحتاجوا شوية ديال الدعم، شوية ديال المساعدة. هذا الموقع هذا هو موقع على الانترنت واللي تيقدم التقويه والدعم للتلاميذ كما تتشوفوا. هو هذا فوالا، هذه الواجهه ديالو، هذه الواجهه ديالو بالفرنسيه. الموقع سميتو الو سكول كما تتشوفوا هنايا، الو سكول. يعني ممكن دير فيه ان كونت على حسب سميتو، سينو تقدر تنافيغي فيه بحريه بلا سميتو بلاش. هنا هو اختيار اللغه، ممكن اننا نغير اللغه من الفرنسيه الى العربيه مثلا، نرجعوا للعربيه ونكملوا الشرح باللغه العربيه. فوالا، هذه الواجهه ديالنا باللغه العربيه كما تشوفون في الواجهه. هناك تيقول لك هذه مدرستك على الانترنت، يعني هو تقدم لك دروس وتمارين وفروض وموحدات. الو سكول كما تشوفون هنايا تيقول لك الو سكول هو موقع للدعم المدرسي للتلاميذ المغاربه، تقدم واحد المحتوى تعليمي تتوافق مع البرنامج الرسمي لوزاره التربيه الوطنيه. تقدم لنا المواد، تقدم لنا فيها المواد على عبارة عن دروس تمارين مصححة، تقدم لنا امتحانات. وبالنسبة للسنوات اللي هي إشهادية مثلا كالسنة السادسة ابتدائي أو السنة الثالثة إعدادي أو بالنسبة في الثانوي الأولى باك أو الثانية باك، تعطينا امتحانات المحلية والجهوية أو امتحانات الوطنية. عندنا نماذج ديال هذه الامتحانات مع التصحيح اللي تتحاول أن تساعد الجميع و نتمنى التوفيق للجميع. المهم غادي ننزلوا في هذا الموقع هذا كما تشوفوا. فوالا، تيقول لك انه يتوافق مع البرنامج الرسمي، المحتوى البيداغوجي يتوافق مع المقرر الرسمي لوزارة التربية الوطنية ويغطي كافة المواد لجميع المستويات. اذا كافة المواد لجميع المستويات، غادي نمشيو نشوفوا كيفاش غادي ندخلوا لهذ المستويات. كما تشوفوا هنايا في الواجهة في الفوق في هاد لاباغ الفوقانية، تيبان لكم ان المغرب فرنسا، لان عندنا هنايا المغرب بجميع المستويات اللي كاينين، وعندنا هنايا الناس اللي مثلا الدراري وليداتهم تيقراو، ممكن انهم تيقراو في ليليزي اللي تابع لفرنسا. كاين مثلا كليسي ديكارت او ليسي ليوطي او بزاف كاين ليليسي، انهم يقدروا انهم يدعموا وليداتهم في هذا لو سيت هذا او هذا الموقع هذا. ليسونسيال حنا غادي نمشيو بالنسبه للمقرر ديال المغرب، نمشي نشوف المستويات اللي عندنا. كاين عندنا مستوى الابتدائي، المستوى الاعدادي، المستوى الثانوي. كاين مباريات، نماذج للمباريات ولوج المدارس من بعد البكالوريا بالطبع، او ديال الاقسام التحضيريه لي كلاس بريباراتوار. دونك حنا غادي نمشيو في الاول بالنسبه، نمشيو دقه دقه بوان باغ بوان. نمشيو مثلا نشوفو، مثلا نشوفو هاد المستويات الاولى اللي هي مثلا ابتدائي. تنديرو هكا، تنمشيو في لو سيت، دونك اون كليك على الابتدائي، تعطينا تنتقل بينا لهاد الصفحه. الصفحه هذه فيها جميع المستويات ديال الابتدائي، الاول ابتدائي، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. السادس سنه كما تنعرفوا الجميع ان السادس سنه اشهاديه، السادس سنه اشهاديه. الى كليكينا على هذا السادس هذا مثلا، غادي ينتقل بينا الموقع الى الدروس والمقرر ديال السنه السادس ابتدائي. لي مثلا وكما تعلم الجميع عندنا الرياضيات، النشاط العلمي، اللغه العربيه، اللغه الفرنسيه، الاجتماعيات، التربيه الاسلاميه، والتربيه التشكيليه. هاد المواد هذه جميع ممكن اننا ندخلوا فيها ونتبحروا، ولا ندخلوا كليك وتندخلوا تلقاو الدروس ديالنا وتنحاولوا ندخلوا ليهم وندرسوا فيهم. مثلا الرياضيات، الرياضيات بالنسبه لهنا، بالنسبه لهنا الفوق هادو، هناك جدادات الرياضيات لسنه ابتدائي. هادو بالنسبه لهاد الجدادات انا تنظن انهم هادو تيفيدوا اكثر الاستاذ او الناس اللي مثلا تطلع، حتى الاساتذه او اللي تطلعوا، يعني هاد الجدادات ستان بلوس بور لي بروفيسور للاساتذه، يقدر يدي فيش ديال لا بريباراسيون ديال الدروس ديالهم. وهنايا الدروس بالنسبه للاباء، ممكن حتى الناس اللي تعرف تتعامل مع الجدادات راه ممكن تاخذ تدخلوا انهم مثلا تيليشارجيهم هادو. فوالا، يعني هنايا تحاول تيليشارجيهم وتقرا فيهم. بالنسبه للدروس
تمشيو الدروس هون محطوطة على حسب المقرر، مثلا دروس الدورة الأولى هما إلا زدنا كل شيء، الدروس ديال الدورة الأولى كلهم كاين الفروض ديال الدورة الأولى، دروس الدورة الثانية كاملين، كاين الفروض ديال الدورة الثانية، كاين الامتحانات المحلية والامتحانات الإقليمية تتكون في آخر السنة. غادي نحاول نمشيو بشوية بشوية ونفهموا كل حاجة على حدة. نمشيو مثلا للدروس، دروس الدورة الأولى مثلا هنا الأعداد الصحيحة الطبيعية، الملايين والملايير. هذا الدرس هذا مثلا تنشوفوا لا فورم ديالو، الفورمة باش محطوط هو على شكل وثيقة، ان دوكيمون، يعني هو محطوط بي دي اف. الناس تعرف شوية لي فورمة ولي فيشي، يعني هذا معروف شي حاجة اللي هي بسيطة. ان فوا تو كليك تدخل، غادي ندخلوا مثلا غادي نلقاو هاد هو ده، فوالا لو فيشي هو على اليمين، وممكن اننا نحمله ان فوا تنديرو تحميل المستند او نتيليشارجي لو دوكيبون. الناس اللي تخدم ممكن تخدم باللغه الفرنسيه غادي تلقاونا تحميل المستند او تيليشارجي لو دوكيمون، فوا تنتيليشارجيوه فوالا، تعطينا هاد لو دوكيمون الدرس هنايا. فوالا الاعداد الصحيحه الطبيعيه، الملايين والملايير، وهنا الدرس كامل فيه الأمثلة، فيه تمارين تطبيق، تمارين تطبيقية، والدرس يعني كما مثلا تلاحظوا هنايا ممكن الإنسان يتصفح ويشوف. ممكن هذا الدرس هذا أنك تأمبريمي فوالا، هي في هذه الأيقونة ديال الأمبريمون تليكون أمبريمي، أو لا نتيليشارجيو، نتيليشارجمو ديرو في اليو اس بي، والإنسان اللي ما عندوش أمبريمون تيمشي من بعد يأمبريمي. هذا اللي كاين، وكما تتشوفوا فوالا حتى نساليو هاد مثلا الدرس ديالنا سنعاود نحاولوا نرجعوا مثلا الصفحه اللي كنا فيها، ونعاود مثلا نتحمل المستند ونعاود نرجعوا الصفحه ديالنا الاولى. اذا هنايا شفنا كيفاش الطريقه باش ندخلوا للدرس. كاين دروس مره ثانيه ومره اخرى، وهذا من الحسنات ديال هذا الموقع اننا تنلقاو دروس على شكل فيديو. الناس اللي تزبغي تحب هذه الفكره ديال الفيديو، ان تشوف استاذ او الاستاذ تيشرح، ندخلوا مثلا هذا الفيديو اعداد الصحيحه الطبيعيه، تيجينا ان فيديو على هذا الشكل، وتيبان بان كاين عندنا واحد الاستاذ اللي هو تيشرح لنا الدرس بالفيديو، وهو شيء جميل. فوالا سديس ابتدائي على الصبيعه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني التلاميذ، في هذا الفيديو سوف ننجز تمرين يتعلق بدرس الأعداد الصحيحة الطبيعية بالنسبة للمستوى السادسة ابتدائي. السؤال الثاني، ما هو العدد الذي يلي مباشرة العدد 999؟ دروس اللي هي كتقدم بالفيديو، وتيكون الاستاذ اللي تيشرح وتيعطي تمارين، وتتحاول الانسان انه يتسانس وتيشوف بالصوت وبالصوره. شيء جميل. اذا من بعد ما شفنا الدروس على شكل وثائق وشكل فيديو، تنمشيو مثلا اننا كنا كما تشوفوا هنا الدروس، جميع الدروس اللي هي في الرياضيات ديال السنه الاولى، سنه السادسه في الدوره الاولى كما تنقولوا، الصحيحه، مفاهيم أولية في الهندسة، استعمال المحسبة، يعني هذه الدروس اللي تبع المقرر، توازي والتعامد. المهم الإنسان راه غادي يقدر يدوز في هذه الليست ولا هذه اللائحة وغادي يشوف جميع الدروس. تنجيو تنلقاو هنايا كما ستلاحظوا، نشوف أنا هنايا بدا نتأكد واش هنا كاين تمارين. دونك هنا كاين الاعداد، دونك هنا الا تلاحظوا بان كاين في الفيديو اللي شفناه هو عباره عن الدرس وعن تمارين، هما تمارين اللي كاينه في الفيديو استسمح، هما تمارين. اذا هنايا عاوتاني مثلا في هذا الدرس هذا الاعداد العشاريه تعطيكم الدرس، ومن بعد كاين تمارين هي بصوت وصوره على شكل فيديو. هذا شيء رائع بالنسبه لهذا المستوى هذا. من بعد تنكونوا مثلا خدينا درس او جوج او ثلاثه في الدوره، وهذا يعني تيجيو الفروض، تيجي الفرد الاول الثاني الثالث، تجيونا الفروض مثلا فروض الدوره الاولى، الفرد الاول مثلا تفيه نموذج واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، يعني تبارك الله سبعه ثمانيه، يعني راه تبارك الله غير الفرد الاول فيه 12 نموذج، يعني الانسان راه يبريباري يستعد لذاك الفرد الاول بشكل اللي بغى. يعني او بيف مثلا نقدروا نمشيو واحد النموذج اللي هو مثلا هنايا، نمشيو هذا النموذج 8 فرد الاول، الانسان مثلا
نمشيو للفرد الاول فوالا، تنمشيو لتحميل المستند كيما درنا قبيله. اي فوالا اي فوالا، زعما يعني شكل جميل هذا. مثلا المراقبه المستمره الاولى، الاسدس الاول 2016 2017، يعني هادو بالنسبه لهادو الشيء مدرسه داير هاد الشيء زعما بشكل جميل. هنا التمرين الاول احسب فوالا، تمرين ضع وانجز، ثانيا عاوتاني، ثالثا اكتب الاعداد التاليه بالحروف والارقام، والى غير ذلك من ترتيب الاعداد ترتيبا تناقصيا وتزايديا وزيد وزيد. وهنايا مثلا الهندسه، يعني الدروس كونترول ديال الدروس اللي داز في هذيك الدوره في ديك الفتره في الدوره الاولى. دونك هذا مكان بالنسبه للفروض، يعني هما عده. نرجعو عوده، يعني عندنا اختيار جميل بالنسبه للفرد الاول. يعني الانسان راه عنده بزاف د الاهتمامات، وكاين عاود الفرد الثاني تيكون جوج فروض يمكن في الدوره، و تيبدا عاوتاني دروس الدوره الثانيه نفس الشيء بنفس التمارين في 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 على شكل فيديو. كاين الفروض فيها عده، كل فرد عنده النماذج ديالو، نموذج الفرد الاول الفرد الثاني، يعني تيكون جوج فروض. ومن بعد في تسجيل الامتحان المحلي اللي تيكون يمكن تيكون هو في شهر في شهر واحد، المهم تيكون في وسط اول، تيكون امتحانات محليه، لان تيكون جوج الامتحانات في هذه السنه الاشهاديه هذه، تيكون الامتحان المحلي وتيكون الامتحان الاقليمي تيكون في اخر السنه. بالنسبه للامتحانات المحليه هي تشوفوا من نماذج الامتحانات المحليه مع التصحيح، تيكون الموضوع تصحيح، تيكون الموضوع تيكون التصحيح ديالو، يعني الانسان يبحث ويشوف الموضوع ويشوف التصحيح ديالو، يساعد الابن ديالو، يشوف كل واحد يدير التقييم ديال الولد ديالو، ويحاول انه يعطيه واحد الامتحان ويخليه ويعيشوا ديك الاجواء ديال الامتحان قبل من الامتحان، يحطو ويعطيه التوقيت بالتوقيت، يعني يحاول يعلمو يخرج تحت واحد الضغط ديال تحت الضغط ديال التوقيت، ماشي الضغط ضغط ايجابي، يعني الانسان تيتدرب انه بالضغط مثلا الحاجه اللي فيها ساعه نخدموها في ساعه وهذا ونراقبو ويخدم ونبدا نصحو من بعد نعاود نديرو نموذج اخر وهكذا دوالك، يعني الانسان تيتدرب. هادو تحت هنا كاين الامتحانات الاقليميه اللي تكون في اخر السنه، نفس الشيء هناك مواضيع مع التصحيح لعده نيابات كما تشوفوا قدامكم. نحاولوا مثلا ديما في الابتدائي نشوفوا مستوى اخر، نمشيو لهذا المغرب هذه ديما الابتدائي، نعاود نرجع للابتدائي بطريقه، يعني ما قيل عن السادس ابتدائي نقدروا نديروا الخامس ابتدائي. الناس اللي عندهم مليات في الخامس، كاين الرياضيات، النشاط العلمي، اللغه العربيه، الفرنسيه مثلا. بالنسبه مثلا هذا نختاروا بالنسبه للخامس، نشوفوا نختاروا اللغه الفرنسيه كمثال. فوالا كاين هنايا تجي، وكاين بالنسبه اللي فيش انا ماشي مشكل، يعني انا بزاف تنركز على هاد ليكور كاين دونك هنايا بزاف لي بارتي، كاين 1 2 3 4 5 6 7 اي 8 اي 9 اي فوالا. دونك بون اون فوا اكسبليكي، غادي نحاولوا نشرحوا هاد الشيء ديال الفرنسيه للخامس ابتدائي. لي كور دو غرامير في البارتي 1، كود غرامير انت فوالا الدروس، لي تيب دو فراز، لا فراز سون فيرب، لو جروب نومينال سوجي جينيس، لو جروب فيربال لو جي في، لي ديتيرمينون اي انسي دو سويت. يعني الانسان يحاول يدخل لو كور، سو سون دي كور اللي هما دايرينهم في الفورما بي دي اف على شكل، يعني شكل وثيقه، تدخل هكا تدير تحميل المستند، تلقى الدرس تحميل المستند فوالا، لو غرامير لي تيب دو فراز، تبقى تلقى لو كور لا ديفينيسيون اللي اكزيست 4 تيب دو فراز فوالا، لي 4 la phrase déclarative, la phrase impérative, la phrase interrogative et exclamative. Vous avez des exemples. Il y a une insane écrit ou qu'adri imprimer hom, qu'adri télécharger hom. Hein? Ma dis n'aude de cette mission. Il y a une insane comme arfin qui fait à des zéro. Donc, quel est le cours de grammaire? Quel est le cours de conjugaison? La même chose. Il y a une certaine quoi les temps, terminaison, les personnes. Oui, mais il y a une insane écrit ou des belles épisodes. Oui, il faut être trop le mot. Cours d'orthographe. Voilà. A et A prime, je connais le fait binet home, la ponctuation, si, voilà, les moins variables, les cours, les homos, qui est le mot de l'Alchemis, ou qui est le mot de l'Alchemis, cours de lexique, voilà,
اي فوالا دي كور اون فيديو، اللي بغى لي كور اون فيديو مثلا تيشوف انه يزيد يدعم بالفيديو، تيجي مثلا هنايا تقلب على الدرس بالفيديو اللي تيناسب الدرس اللي عند الولد، و تيدخل لي يعني يقرا غير لا لوسون 1 2 3 فوالا. هما دي كور اون فيديو. كاين لي ريزومي دو كور، ريزومي دو غرامير، ريزومي دو كونجيكيزون، ريزومي دو كوتو، يعني ان ريزومي ملخصات زوينين، يعني الانسان يدخل ويهزهم ويتليشارجيهم. ليكتور فوالا، لا ليكتور على حسب ديك لا ليكتور اللي كاينه في لو بروغرام. لافونتور دان جاردينيي، فوالا بوركوا لا تورتو ا اون كاراباس. دونك هنايا نشوفو ندخلو هاد، نشوفو هاد الفورمات اللي حاطين هاد الناس هادو. دون اون فوري لوانتان فيفي ان في، دونك هنايا فوالا دايرين واحد لا ليكتور اللي هو لا ليكتور اللي كاينه في لو ليفر، مي الانسان يقدر يقراها، وهذا سميتو يحاول يقرا مع لي زون اللي قرا في لو ليفر. المهم الانسان يحاول يتساعد بهذا الشيء، لي ريسيتاسيون، بياس دو تياتر ايديكاتيف، يعني بزاف كاين لو فوكابولير، فوالا الالوان، ايماج سون تكست، بزاف د الحويجات اللي كاينين هما ممكن انكم تكتشفوهم نتوما بوحدكم، لان بزاف غادي جينا ندوزو حاجه بحاجه غادي نطول. هنايا دي زيفالياسيون كوريجي، يعني لي تيست، لي كونترول، لي انتيروغاسيون اكريت كما كنلزم نقولو، فوالا ليفالياسيون ان، ايفالياسيون لي زينونسي، اي فوالا مثلا ايفالياسيون 3 عندنا لينونسي ديالها وعندنا لو كوريجي. انونسي كوريجي، يعني ندخلو غادي نلقاو لي زينونسي، ها هو ده مثلا نلقاو voilà la semaine de soutien 8 et 9 compréhension vocabulaire grammaire c'est le cas pas des فروض فروض بالفرنسيه ونقدروا نمشيو نلقاو لو كوريجي ديالو تنتساعدوا به فوالا الكومبريونسيون ها هو الاجوبه الكرامير الاجوبه ديال داك اللي سميتو يعني كل مستند يعني ايفالياسيون ان انونسي ايفالياسيون دو ما عندهمش الكوريجي 3 عندها الكوريجي 4 عندو لينونسي 5 6 يعني 6 عندها فوالا لينونسي فوالا الانسان يدير علاش قد ويحاول حتى تيشوف ان التلميذ ديالك راه وضعتي على السكه الصحيحه هادو لي دوفوار هادوك دي ايفالياسيون على حسب لا سومين كل سيمانه تتكون عندك ان ايفالياسيون على حسب الدروس جوج دروس ثلاثه هنايا الدوفوار ديال لو بروميي سيمستر تشوف كاين دي موديل فوالا موديل 1 موديل 2 الانسان الدوفوار 1 دوفوار 1 دوفوار 1 موديل 3 كاين 5 موديل في الدوفوار 1 كاين 2 3 موديل في الدوفوار 2 هادو هنايا لي دوفوار ديال لو سكون تريمستر سيمستر لو سكون سيمستر اللي لو دوزيام سيمستر هذا ما كان بالنسبه لهذا القسم الخامس ننتقلوا دابا مثلا واحد نمشيو للمستوى اخر لان من بعد ما دزنا الابتدائي يعني ما قلنا على السادس والخامس غادي يكون في الاولى والثانيه الثالثه الرابعه يعني الانسان ينافيغي كادي يكتشف نمشيو للاعدادي الاعدادي فيه ثلاثه السنوات اللي هي السنه الاولى والثانيه والثالثه والثالثه هي ثابته يعني هذه تنكنا زمان تيقولوا لها الناس البروفي او لا وهي سنه اشهاديه كاتريام اني اللي بغى يقولها المهم دابا حنا تنعرفوها بالسنه الثالثه تخوازيام اني كوليج ثالثه حتى هي تيكون فيها امتحان محلي تيكون فيها امتحان جهوي في اخر السنه وهي اللي تتعاود لنا تدوزنا الباب ديالنا ديال الثانوي ندخلوا للسنه الثالثه مثلا ها هو المواد كما تشوفوا الرياضيات الفيزياء والكيمياء فيزيك شيمي اون فرونسي علوم حياه والارض او سيونس لا في دو لا تير اس في تي فرونسي تكنولوجيا الصناعيه اللغه العربيه اللغه الفرنسيه الانجليزيه الاجتماعيات التربيه الاسلاميه والاعلاميات بالنسبه كما الجميع غادي يلاحظ بان كاين الفيزياء والكيمياء عاود هنا فيزيك شيمي فرونسي لان السنوات الاخيره ولات هاد المواد العلميه تدرس باللغه الفرنسيه الموقع السنه الماضيه كان الناس كاين اللي تيدرسوا بالعربي وكاين اللي تيدرسوا بالفرنسي يمكن دابا غادي كلشي بغى يدرس بالفرنسي مازال الموقع تيحتفظ بالنسخه ديالو اللي كانت فيها الفيزياء والكيمياء بالعربيه والفرنسيه الانسان يختار على حساب الثانويه ولا شنو دابا شنو مازال ما عرفتش انا بالضبط مثلا تنعرف انا بان في الثانوي دابا كلشي تيقرا بالفرنسيه الاعدادي يمكن حتى هما الانسان اللي كانت الدروس بالفرنسيه يدخل ليها بحال هكا فيزيك شيمي فرونسي وغادي يلقى الدروس ديالو على حساب لو بروغرام كيلك ماتيريو كوتيديان لي زاتوم اي لي زيون اوكسيداسيون دي ميتو دون لير فوالا دونك هادو الدروس ديال الفيزياء والكيمياء اي فوالا لي دوفوار برومي سيمستر كاين يمكن تكليكي كاين لي دوفوار لا نو لي دوفوار فوالا موفمون ايرو بو لي اكسيون ميكانيك فورس
هذه فوالا دي لا بارتي كلها ديال الفيزيك، لان لا بارتي الاولى تكون فيها شويه ديال تكون فيها لا شيمي، ولا بارتي الجوجه فيها لا فيزيك. فوالا لي دوفوار نورمالمون هنايا. ربما فهاد بالنسبه لهاد السنه هادي، هاد الفرنسيه مازال ما تحطوش، مازال ما تحطوش هاد سميتو، غادي يكون من بعد، من بعد في الموقع ننتقلوا نشوف، نعاود نرجعوا نشوفوا في اللغه العربيه الفيزياء والكيمياء باللغه العربيه، غادي يكون يمكن هما كاين تقديم دوك في طور الاعداد الفرنسيه، في طور الاعداد الدروس باللغه الفرنسيه. دونك هنا كاين كما تشوفوا الدروس هي متواجده في اللغه العربيه جداده جداد. دونك هنا المواد والاجسام، المواد والكهرباء، كاين فيديوهات دي فيشي بي دي اف، ندخلو تقرا تدرس تتوجد الدرس ديالك، تدير التمارين، يدير التمارين ديالو، انت سلسلة التمارين على شكل فيديوهات، تلقى على شكل فيديوهات، يعني موقع جيد. سلسلة التمارين الدورة الأولى، هادو سلسلة، سلسلة رقم واحد التصحيح ديالها، جوج التصحيح ديالها، ثلاثة ثلاثة السلسلة، الفروض، زعما يعني موقع رائع، إنسان يقدر يعتمد عليه بواحد يعني إنسان مينساش لي كور ديالو بالفعل، الكور اللي تيجي بهم الأستاذ بالقسم ديالو، ولكن هذا يزيد يدعم به، زيد به يعني الانسان اللي حتى شي حاجه اللي فات في القسم ولا شي حاجه يعني يقدر يلقاها في الدروس، ريكيبيري داكشي اللي دازو، ويزيد بعض التمارين كي تما اللي يقدر يكون دارها عند الاستاذ في القسم، ويقدر يزيد هنايا ويشوف، الانسان تيزيد يدعم نفسه وتيزيد يطور نفسه. وتنتمنوا للجميع التوفيق. هذا من جهه. نمشيو مثلا للثانوي، هذا كنا هضرنا على اعدادي السنه الثالثه الاعداديه، نعاود نرجعو نشوفو، يعني كاين بزاف، كاين دروس، كاين اللغة العربية الفرنسية الإنجليزية، يعني مثلا الإنجليزية فوالا هنا كاين فيها غادي دوفوار، مدينش الدروس داير لي دوفوار الإنجليزية الفرنسية مثلا، ها فوالا لي كور، ها لي كور كاينين هما اون فيديو اي اون فيشي، فيشي بي دي اف، اكسبرسيون اكريت ديال البرومي سيمستر، اكسبرسيون اكريت سير كومون ديكريغ une catastrophe naturelle، expression écrite sur l'éducation au Maroc، mais il y a بزاف ديال المواضيع يعني ديال الاكسبرسيون اكريت، الانسان يديرهم ويحاول يطور نفسه في هذه اللغه الفرنسيه. دونك هذا فيما يخص السنه الثالثه اعدادي. بالنسبه للثانوي، شو الثانوي حتى هو ثانوي يعني فيه ثلاثه المستويات اللي هي الجذع مشترك، تشوفوا كاين الاولى بكالوريا، وكاين الثانيه بكالوريا هي تيرمينال، هي سنه اخر سنه تنتمنوا فيها التوفيق للجميع، كما تنتمنوا في التوفيق في جميع المستويات من القسم الاول ابتدائي الى الثانيه بكالوريا. بالنسبه للجذع المشترك، هو السنه الاولى اللي تدخل الانسان تيجيو من الاعدادي وتيجيو لسميتو هنا في هذه السنه هذه، تيكون تي تي تيولي انسان عنده توجه، يعني انسان تيدير جذع مشترك، الناس كاين اللي هي تبعت العلوم تدير جذع مشترك علمي او تكنولوجي او ادبي، يعني الدراري تيتقسموا الى توجهات، ثلاثه توجهات مختلفه، كاين العلمي. بالنسبه للناس ديال مثلا نشوفوا هاد الناس دي مثلا العلميين اللي دخلنا ليهم، تتلقى مثلا عنده كاين الرياضه لي ماتيغ اللي هي برينسيبال اللي مثل الرياضيات، وتنلاحظوا ديما بان كاين الرياضيات بالعربيه وبالفرنسيه، لان دابا راه سي اوبليكاتوار دابا تيقراو بالفرنسيه، لو ماتيماتيك، لا فيزيك، الاس في تي، اللغه العربيه الفرنسيه، اللغه الانجليزيه، الشيمياء والتربيه الاسلاميه، دابا يعني بالنسبه للمواد العلميه تتقرا دابا بالفرنسيه، والموقع فيه حتى العربيه، يعني حتى الانسان اللي مازال تيشوف شويه الترجمه شويه تيستعن بهذا، يعني تقدر تستعن باللغه العربيه، ولكن الانسان خصو يل دوفي سو بازي بالدروس باللغة الفرنسية، لو ماتيماتيك باغ اكزومبل، لو ماتيماتيك فوالا. دونك لو بروميي كور هو لا نوسيون داريتميتيك، تجيو لي زونسومبل دي نومبر، لوردر دون ار، لي بولينوم، لي زيكواسيون اي لي زيكواسيون اي سيستيم، لو كالكول فيكتوريال، يعني فوالا، اي فوالا لي زيكزيرسيس اي لي دوفوار، لي دوفوار، فوالا. Transformation. Donc, Doros, Kaini Doros, les devoirs, les exercices, bzef, par attendre, bzef, les choses, les yamouhim, mouhim, fait les citades. Fait le citade.
آداب بالنسبة للمات، كاين لا فيزيك لا شيمي لا لو فرونسي، فهمتيني؟ الانسان الا جينا نكون ديكورتيك كل حاجه بوحدها راه غادي نطولوا في هذا الفيديو، ماشي مشكل بالنسبه لهذا، لان كاين الناس اللي تنحاول باش انني طولت باش يفهموا شويه مزيان، وكاين الناس اللي تبارك الله عليهم راه غير تقول له غير لو ليان هو غادي يفهم هذا الشيء. هذا الشيء اللي تنقول انا راه يطير هو ويجبد حوايج اخرين، يعني الانسان. وتنتمنى ان الجميع يدخل لهذا لو سيت ويحاول يكتشف بزاف الحويجات. ممكن ان بنادم يدير تسجيل الدخول، يعني يدير ان كونيكسيون ويدير واحد لو كونت ديالو، ممكن انه يدخل لك ليبرومون. بالنسبه للتسجيل ديال الدخول او لا لو كونت، لو كونت الا درتي ان كونت، ان فوا مثلا انت مثلا تقرا مثلا بريمير باك، اشاك فوا غادي يبدا يعطيك غير بريمير باك، مي الا خليتيه هكا ليبر تدخل جميع المستويات عادي وتتاخذ الدروس باريحيه، والانسان يقدر يتصفح جميع المستويات كما بغى. وبالطبع غادي يتصفح، غادي يضبط الانسان انه غادي يمشي للمستوى اللي تيخصو هو، وياخذ منه ويجبد منه الافكار والتمارين وبزاف الحويجات اللي شفناهم. ما بقى ليا الا نودعكم، تنتمنى ان هذا الشرح هذا يكون شي شويه ما طولت عليكم، ولكن تنتمنى انه يكون مفيد للجميع، وتنتمنى النجاح للجميع، النجاح لوليداتنا كاملين، وبالتوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.